السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عنا درس خاص باللغة الفرنسية بخصوص حرف إغ و أ. عنا إغ أ إغ أ إغ avec أ غ غ ني R, E, N, E. E avec accent. Katsantak, E. Re, R avec E, Re, N avec E, Ne. Re, Ni. Re, Ne. Re, R, Ma, E, Re. R avec A يعني R مع A لأن E avec accent كتنطق A G مي M avec I مي G مي R avec E G G G مي G مي غو ام مع اي مي ار مع او غو مي غو غو ار افيك او غ حرف ار مع او غو. هنا عندنا او اكسون اي 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 كاملين كتنطقو اي هنا اي 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 وخا كتبدل اكسون اللي فوق منه كيبقى نفس النطق اي 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 غ ني غ ني غ مي اي هنا اتي تنطق اي. بالنسبه لي فويل كومبوزي عندي درس خاص في القناه باللي فويل كومبوزي، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ترجعوا للدرس ينفعكم بزاف. اي مي غو مي غو هنا ام افيك اي ار افيك او مي غو ا لا بي ش سي مع اش تنطق ش بيش اف في الاخر ديال الكلمه كتنطق سكون ما كنقراوهاش ش لا ش بيش اغ غو غي غا غي غي غ غ غ غ عندنا ما كيكون معها او غ اي غ ا غ اي غ اي غ او غ اي غ او غ اي غ. هادو بالنسبه للفويل كيف كيتحكموا في الحرف بحال اللي كتنطقوا بحال اللي كيتحكموا في الحرف كيتنطق بنفس الطريقه ديال الفويل. عندنا مثلا هذه اي غي ولكن هذه اي غي اي او دو مي نو دو مي نو مي غو مي غو كي لو كي لو او اغ لو غا تي في الاخر الكلمه ما كتنطقش. في القناه عندي واحد درس ديال الحروف اللي ما كتنطقوش ما كيجيو في اخر الكلمه لو غا لو غير
في الاخر ما كتنطقش، كتنطق السكون، يعني ما كتحكمش في الحرف على اساس يعني غ، يعني جات في الاخر الكلمه تنطق غير غ سكون، غ لو غير لو غو تي غو تي. أ لا بال با با لا دام لا دام لا دام. أ في الآخر كلمة سكون م لا دام. voici voix عندنا او اي وا تنطق وا. voici le père de René. voici la mère de Mina. Voici la moto, la moto de papa, de papa. Voici le vélo, vélo, le vélo de René, de René. Miro اي دي بالنسبه لي فواي الكومبوزي، يعني او اس تي تنطق اي. لامي دو غني. ميكي اي لا. مينا ا ري. فواسي غني غني. مينا اي هذه كتنطق بحال اي هذه، يعني او اس تي و او تي اي اي. ميرو مينا اي ميرو مينا اي ميرو، ولكن في المعنى كتختلف هاد اي على هاد اي اي اي، المعنى كتختلف ولكن النطق نفس النطق. هنا كيكون سهل الدرس ديالنا، كنتمنى تستافدوا من هذا الدرس، وما تنساوش اللايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، وإلى اللقاء.